تم البدري بدري والايام بتجري، عدى شهر رمضان بسرعه جدا ما لحقناش نحس بيه. كمان دراما رمضان ومسلسلات رمضان اللي استمتعنا بيها طوال الشهر الفضيل كمان خلصت. الحلقات الاخيره من المسلسلات الكوميديه والاجتماعيه في دراما رمضان كان فيها احداث مثيره جدا ومشوقه جدا، وكان عندنا الحقيقه يمكن مسلسلات كتيره جدا. لو هنتكلم عن الحلقات ال30 من مسلسل الكبير الجزء الثامن، كمان الحلقات ال15 من مسلسل بقينا اتنين لشريف منير دون سابق انذار لآسر ياسين ومسلسلات اخرى. خلينا نتابع مع حضراتكم اهم احداث الحلقات الاخيره في هذا التقرير. الحلقات الأخيرة ال30 وال15 من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. بدأت أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير قوي 8 بانفجار القنبلة اللي وضعتها فتاة أجنبية لقتل أحد السفراء فأشرف حارس الكبير بدون إصابات، وبيشاهد البلوجر الانفجار وبيتم بثه مباشر. وهنا بيتدخل الكبير وبيحاول يرشيهم بإرسال ديك رومي ليهم على غرفة البلوجر وزوجته، كمان بيقطع لهم تذاكر طيران للقاهرة وبيقنعهم إن اللي حصل ده ضمن فقرات السيرك. من ناحية تانية استغرب كل اللي موجودين من إن القنبلة ما صابتش أشرف، علشان كده قال لهم الكبير إن أشرف عنده قدرات خاصة وتم استخدام دوبلير في عدد من الأعمال الفنية. في الحلقة أنقذت مربوحة السفير من محاولة القتل، ونفذت أنا بوريفانا من شيكوف خطة جديدة لقتل السفير ورفعت مسدس عليه جوه الفندق، وقدام الجميع قالت إنها هتقتله علشان يكون عبرة للجزيرة المجاورة له. هنا صوبت مربوح الرشاش عليها، لكنها جت في إيد السفير ووقع على الأرض عشان ياخد المسدس من أنا يوريفانا ويبلغ الكبير الشرطة وبيتم القبض عليها. من اللي ضرب السفير بالنار يا كبير؟ يعني بالغلط، هو في فرح حدانا هنا. بدأت أحداث الحلقة 30 من مسلسل إمبراطورية ميم بخناقة كريم ومي وتهديده ليها بأنه هياخد بنته حبيبة منها لأنها قاعدة في بيت مختار، وطلب منها تسيب بيت مختار وتروح لبيتها الجديد في أكتوبر. وفي مشهد تاني منى ومروان قاعدين مع نادين للتفاوض مرة تانية في بيع البيت، وهنا قالت لهم نادين بأنها قدمت استقالتها نظراً لأسلوب تعامل الشركة مع العملاء واستخدامها أساليب غير مشروعة. أيضاً شهدت الحلقة الأخيرة اقتحام عمال يحيى شاكر بيت مختار علشان يخرجوهم من البيت وحطوا عليه يافطة إن العقار أصبح ملك يحيى شاكر، وبيطلبوا منهم يسيبوه فوراً لأن معاهم تصريح بالهدم. هنا قرر مختار ما يسيبش البيت وتعمد إنه يتجاهل نداءات العمال بأنهم هيهدوا البيت. بعدها مي بتقابل مختار وبتقوله إنها هتقفل المحل وهتروح لبيتها الجديد في أكتوبر، وقرر مروان الاعتذار لمختار على اللي حصل منه خلال الفترة اللي فاتت وعن الانتخابات اللي حصلت في البيت، وبيقول لهم مختار بأنه فخور بيهم وباللي عملوه. وكتب مختار جواب لميسون طمنها على مستقبل أولادهم، وقال لها إن محمود ومديحة اتخطبوا وتصالح مع والدتها سناء، وبتتقابل منى ووكيل النيابة وبتشكره منى على اللي عمله أثناء حبس والدها، وقالت له إنها مش هتسافر البعثة دلوقتي. لا فريس إيه؟ لا طب البعثة؟ لا مش دلوقتي. شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة العديد من الأحداث. بدأت بذهاب طارق لصدفة علشان يبلغها بحبس غادة وجلال وإنها انتهت من قصة جوازها هي وجلال بشكل نهائي. أما فؤاد فبيعترف ببنته صدفة بعد إجراء تحاليل الدي أن إيه، وبتروح تعيش في بيت إخواتها منار وفرح وعمر. أما هالة أو سلوى خطاب فبتتحالف مع أحد رجال مختار علشان يعترفوا عليه بأنه قتل معتز، والشرطة بتقبض عليه بعد ما فؤاد خنقها وهددها بأن مصيرها هيكون نفس مصير معتز. بتتكلميني باحترام، لحصل على الحرام من ديني حاجة هقطع وشك. أحداث مسلسل بقينا 2 الحلقة 15 شهدت أن أدهم قرر يصلح العلاقة اللي بينه وبين ياسمين طليقته بعد اقتناعه بحديث صديقه ياسر، فبيقرر يبعت بوكيه ورد لياسمين في البيت لكنها أحبطت محاولاته ورفضت ترجع له. من ناحية تانية تصاعدت الأحداث وتم إقامة حفل خطوبة ريم من سيف بعد موافقة ياسمين والدتها، وبيواصل أدهم محاولاته علشان يصلح اللي بينه وبين ياسمين، فبيعرض عليها الجواز قدام الحاضرين في حفل خطوبة بنتهم، وهنا بتقبل ياسمين الجواز وبتتراجع عن قرار السفر برا مصر. في الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل فراولة قررت النيابة العامة إخلاء سبيل فراولة وشيماء سيف ووالدها من تهمة التنقيب عن الآثار في بيتهم، وخسرت فراولة شركتها وفلوسها. كمان شهدت الحلقة اعتراف فراولة بحصولها على الأحجار، وأخذت الدواء اللي أمر بيه الطبيب وحلمت بكوابيس، وطلبت من الدكتور إجراء بعض التحاليل علشان تعرف الأعراض الجانبية للدواء.
فعشان كده قلت اجيلك عشان تشوف بقى الاعراض الجانبيه بتاعت الدواء اسبابها ايه. شاهدت الحلقه 15 والاخيره من مسلسل بدون سابق انذار للنجم آسر ياسين والنجم عائشه بن احمد بدايه وصول ابنه الممرضه سحر للمستشفى لاجراء التحاليل الطبيه اللازمه والتاكد من صحه كلام مروان. وشاهدت الاحداث السابقه ابلاغ مروان ليهم بحقيقه الامر واستبدال ابنهم في الحضانه، وهنا بتاكد لهم استعدادها التبرع بالنخاع للطفل عمر في حاله التاكد من التحاليل. توالت أحداث الحلقة وشهدت اتفاق بين حسن ونهى على إنهاء إجراءات الطلاق بينهم وإعادة المحل له من جديد بعد مشاكل كتير عاشوها انتهت بحبس أخوها بتهمة تجارة المخدرات. الحلقة شهدت أيضاً اعتراف الممرضة سحر باستبدالها للطفل عمر في الحضانة بطفل ابنتها عشان تبرر فعلتها بسبب موت 5 أطفال ليها قبل كده، وحصلت مواجهة بين الممرضة سحر وبنتها اللي اعترفت فيها بفعلها علشان تحافظ على ورث جوزها بعد وفاة أطفالها. كنت خايفة على قلبك ليتكسر تاني عشان ما كنتش عايزة أهل جوزك الله يرحمه يبقوا مستنيينك تدفني العيل ده عشان يضمنوا الورث.